نشوفو اوتر كومبوزون اللي هو لا كابسول. كابسول دو ماتير بوليساكاريديك سولون، يعني ناتير تاع بوليساكاريديك. لي باكتيري سوفاج كابسيلي دون نون دي كولوني ليس. هنا كاين دي باكتيري عندهم لا كابسيل وكاين دي باكتيري ما عندهمش. لي باكتيري اللي يكونوا سوفاج هما اللي يكون عندهم لا كابسيل، يكون عندهم لا كابسيل ويديرون ان كولوني ليس، يعني يكونوا ليس ما فيهمش، يعني من الفوق يكونوا ليس، يكونوا اس، فهمتوني برمز اس. لي باكتيري ميتونت نو كابسيلي دونون دي كولوني روجوز. هنا كاين لي باكتيري اللي يكونوا ماهمش كابسيلي، يكون نعطولهم رمز ار. اي باكتيري ديبورفي دو كابسيل بو كرواتي اي سو ملتيبلي، يعني عادي حتى ما يكونش عندها الكابسيل تقدر تديفلوبي ودير ملتيبليكاسيون نورمال. Elle joue un rôle dans le pouvoir pathogène de certaines espèces. La capsule a un rôle dans le pouvoir pathogène de certaines espèces. عندها ايضا رول واحد اخرى اللي هو كونتر لي باكتيريوفاج. البكتيريا اللي يكون عندها كابسيل صعيب انه تفيكسها مع البكتيريوفاج. ال اسيغ لاديسيون برومي ايتاب دو كولونيزاسيون دو زيكوسيستيم. نقدروا الكابسيل هي تدير لاديسيون اللي هو الاندماج، عمليه الاندماج. هذه هي لا كابسيل. كابسيل يكون غلاف خارجي على لا بكتيري. لا البكتيريا اللي يكون عندها الكابسيل تكون ني ميتانت وتكون اكثر قوه، لانه الكابسيل هيجي دار اخر للبكتيريا. هنا راح نشوفوا اوتر كومبوزون اللي هما لي سيل ولا لي فلاجيل. لي فلاجيل هما دي ابرونديس فيلامنتو بروتيك. Les flagelles sont des filamentos protéiques. Les flagelles sont antigéniques. Les flagelles, nous pouvons dire que les gens sont responsables de la mouvement. Ils laissent la bactérie faire la mouvement. Quels sont trois types? Quels sont les bactéries qui ont un flagelle? Ils ont un flagelle واحد وكان يسمون مونوتريك. وكاين لي بكتيريا اللي عندهم بولير، عندهم واحد منها واحد منها، اسمهم لوبوتريك. وكاين دي باكتيري بيريتريك اللي هي فلاجيل سيغ تو لا سيرفاس، يعني يكون عندها فلاجيل في كامل لا سيرفاس تاعها، تكون عندها بزاف لي فلاجيل. اوتر كومبوزون هما لي بيلي. لي بيلي كاين فيها بيلي سيكسيال و بيلي كوما، هما بلي كورت اي فان. لي بيلي هادو يقدرو يكونو سيكسيال ولا بيلي كوما، ما مهمش سيكسيال.